رجعت لكم بعد الفاصل. النهارده في ضيافه اسيا هنعمل ملوخيه. الملوخيه دي عملتها قبل كده بس اتطلبت مني كتير وما فيهاش بس لو عدناها تاني. هنعمل ملوخيه بالبحريات او بالسيفود، يعني مش ملوخيه بس بالجمبري، هيبقى فيه جمبري وكالاماري. وقلنا قبل كده انه لما بنقول بحريات ممكن نضيف كمان بلح البحر او اللي هو المحار او الجندفلي، ام الخلول، كل واحد حسب ما بيسميها. اول حاجه هحتاج ان انا اعملها، هحتاج ان انا يعني خليني اقسم لكم الوصفه تدريجيا. انا طبعا لما بكتب الوصفه على موقع قناه ست البيت او على موقع مطبخ اسيا او على الصفحه بروح دايما حاطه المراحل بالتدريج كانك بتبتدي الوصفه من الاول، لكن ساعات عشان وقت البرنامج ما بيسعفنيش وما بيساعدنيش فبروح يعني دمجه مرحلتين مع بعض الاثنين بيوصلوا لنفس الحاله بس، لكن الطريقه اللي بكتبها بالتفاصيل مكتوبه دي بتبقى الطريقه المثاليه، خصوصا انها بتحترم وقت النقع، وقت التتبيل، وقت مثلا الطهي اذا كان على البطيء او على السريع. بس ساعات مثلا حاجات بدل ما نعملها في الفرن بنضطر نعملها فوق عشان وقت البرنامج، لكن طبعا الفرن يكسب. فدلوقتي هعمل او هشوح الجمبري بتاعي والكلاماري. هحتاج شويه زيت نباتي، هسخن بقى الزيت وهخليه شويه يسخن. هحتاج بقى المقادير بتاعتي، عندي هنا الجمبري وعندي كلاماري وعندي ملوخيه وعندي كمان كزبره، لانه انا دايما الملوخيه بتاعتي ربنا يمسيها بالخير منى الطرابيشي علمتنا ازاي نعمل ملوخيه بالكزبره الخضراء والكزبره الناشفه، فبعمل كزبره ناشفه وكزبره خضراء. هحتاج كمان الثوم، هحتاج مكعبات مرق دجاج او سمك، وهحتاج طبعا السكر لانه الملوخيه من غير السكر ما بتظبطش، وهحتاج مكون سحري كلمنا عنه كتير في مطبخ اسيا وقلنا هو قشر الجمبري اللي بنستخدمه في بهارات السمك. قلت انه قشر الجمبري ده دايما باخده من عند الراجل اللي بيعمل لي الجمبري، بروح حطها في صينيه فرن مع قشر البرتقال او الليمون وشرايح ثوم وبدخله ينشف في الفرن. لما ينشف بطحنه لبودره وبخلطه مع البهارات اللي انا عايزاها خصوصا لتتبيله السمك. النهارده بهارات الملوخيه انا خلطه قشر الجمبري مع شويه كمون وشويه حبهان وشويه جوزة الطيب، بيديني الخلطه دي. الخلطه دي دايما بستخدمها في تتبيله الملوخيه بتاعتي. اتكلمنا على البهارات، هنبتدي بقى دلوقتي نضيف الجمبري يتشوح شويه مع الكلاماري. الطبيعي ان انا لما بحضر شوربه الملوخيه بتاعت السي فود ان انا بحط ميه تغلي مع جزره وبحط فيها معلقه كبيره من بهارات السمك دي، بعد كده بحط شويه من الدقه بتاعتي، وبعد كده بسيبها لما تغلي بضيفها بقى الجمبري والكلاماري بعد ما يتشوحوا. لكن انا النهارده هعمل الشوربه دي مع التشويحه بتاعت الجمبري والكلاماري كاننا مفيش شوربه يعني نتعامل، بس هتبقى نفس الطعم لان نفس المكونات. هشوح الجمبري والكلاماري شويه على النار، هشوح معاهم شويه ثوم شويه بس لانه لسه في دقه بالشكل ده. دايما المطبخ الرمضاني ساعات لما بنسمع المائده الرمضانيه بنتخض وبنقول لا رمضان والناس صايمه ولازم اعمل ولازم اسوي. لا، المطبخ الرمضاني يعني هو مطبخ صحيح ان هو بيبقى دسم شويه وبيبقى فيه اصناف اكل كتير ومتراكم، لكن لو قسمنا وقتنا يعني الوصفات اللي احنا بنحبها مع بعض التعديلات وبعض التفنينات بنوصل لحاجه يعني كويسه جدا. لكن اهم حاجه انه نرتب خطواتنا كويس ونعرف بنعمل ايه. طيب دلوقتي ضفت هنا الكلاماري والجمبري، هبتدي اضيف بقى البهارات. هضيف شويه حبهان بودره، انا بحب اضيف الحبهان البودره للملوخيه بتاعت البحريات بالخصوص، شويه بس عشان خاطر اكثر الطعم بتاع او زفاره السمك. هضيف بقى ورقه لورو او ورقتين حتى صغيرين كاني بعمل الشوربه بتاعتي، وهضيف شويه من بهار السمك اللي انا محضراه كده. هحتاج الفلفل الاسود، صدقوني الملوخيه دي اروع ما يكون، والسر فيها هو قشر الجمبري اللي احنا بنستخدمه.
وطبعا هضيف، يعني مش هضيف السكر دلوقتي، هستنى عليه شويه، لكن هضيف مكعبات المرق اللي انا مستخدماها بتاعه السمك او الفراخ. حتى لو استخدمنا الفراخ بيمشي كويس قوي مع السمك. وهبتدي اضيف الميه، ما تسيبوش الكلاماري والجمبري يتشوحوا كتير لانه هنخسر الطراوه بتاعه السمك. هضيف المرقه او الميه الكافيه للملوخيه عشان ما تبقاش صيصه. دايما قللوا المرقه، لو لقيتوا الملوخيه صيصه او لو لقيتوها تقيله ممكن تزودوا ميه او مرقه زياده، لكن العكس صحيح، لو كانت المرقه كتيره ساعتها ما بقدرش اتحكم في الملوخيه بتاعتي، خلاص فرطت مني وبقت صيصه، فهسيبها تغلي شويه قبل ما اسقط فيها الملوخيه. ولما بسقط الملوخيه بحط السكر على طول، يعني لما بنقول سكر مش سكر معلقه كبيره. في ناس دايما تبعت لي وتقول لي السكر دي مرحله صعبه، انا ما اقدرش احط السكر على الحادق. لما بقول رشه سكر، يعني من رشه لربع معلقه في الحادق ما بتاثرش، لكن في بعض الطبخات ما ينفعش يتعملوا من غير السكر، او بمعنى اصح السكر هو اللي بيظهر الطعامه بتاعه الوصفه دي. زي مثلا الملوخيه لازم ربع معلقه السكر، دي هي اللي بتخليها تتخلص من المخاط بتاعها وتديها طعم حلو. الحاجات اللي فيها صلصه حمراء او طماطم، الملوخيه هي اللي بتظهر الحلاوه بتاعه الطماطم، سواء صلصه البيتزا، صلصه المكرونه، او الحاجات عامه اللي فيها او اليخنات اللي فيها الصلصه، لانه زي ما قلت السكر بيكسر طعم الطماطم او حموضه الطماطم. طب على بال ما تغلي شويه، انا كده يعني شايفه ان هي خلاص ابتدت تغلي كل حاجه، خلوني اجيبها هنا، وهنا هخليها تسخن عشان الطشه بتاعتنا. هنا بقى هسقط الملوخيه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الملوخيه كل ما كانت فريش كل ما كانت احلى، لكن حتى المجمده خلاص بقينا بنتعامل. بنوطي النار شويه وهسيب، هشوف بقى الملوخيه بتاعتي، حسيتها تقيله اظبط الدنيا، حسيتها خفيفه ما يضرش، يعني ان شاء الله مش خفيفه لانه خلاص الملوخيه قللت لها المرقه، ربنا ما يخففك يا ملوخيه. لا كده مظبوطه تمام، ممكن حتى تحتاج مني شويه ميه بس مش هستعجل، هسيبها تغلي شويه. بس قبل ما تغلي هضيف لها ربع معلقه السكر اللي هتحلي لي الملوخيه بتاعتي. اسيبها كده وابتدي اشتغل في الطشه. الطشه قلنا ان هي طشه الملوخيه العاديه بتاعتنا، بس انا بعمل الطشه نص كزبره ناشفه والنص كزبره اللي هي الكزبره ايه، الكزبره الناشفه والكزبره الخضراء. هحط بقى الزيت، حفله الكزبره، اول ما يسخن عندي هنا الثوم. الثوم بتاع الملوخيه معلومه مهمه جدا، مش لازم ندقه قوي لحد ما يبقى عجينه او بيست، لانه ده بيتحرق بسرعه وبيمرر الملوخيه. دايما يعني حاولوا تقطعوه او لما تدقوه تخلوا الحتت كبيره شويه بحيث انه يعني ما يتحرق لناش بسرعه قوي في الطشه بتاعتنا. فعندي هنا، نجيب واحده ثانيه، عندي هنا الثوم، حماتي بتدق التوم مع الكزبرة برضو بيبقى حلو، لكن انا صراحة بحب ان انا اعمله كده في الاول وبعد كده بضيف له الكزبرة الناشفة. بالشكل ده، وهضيف كمان الكزبرة الخضراء. صدقوني من احسن يعني ما تجود به الوصفات، الموضوع الطشة بالكزبرة الخضراء ده. انا بصراحه سمعتها من مذيعه انا ما كنتش اعرف اسمها، بعد كده عرفت، مدام منى سرابيش. بالشكل ده، وهخليها تتحمر شويه والملوخيه بتاعتي بتغلي،
بتغلي. الحلو في ملوخية البحريات انها مش زي الفراخ، ما بتاخدش وقت كتير، لانه البحريات لو اتاخرت على النار هيبقى السمك فقد نكهته، والجمبري بقى يمط معايا ونشف، وانا مش عايزة كده. تمام، وهتابع مع الملوخية. تمام كده، بس عايزة اتأكد الملح بتاعها مظبوط جدا. يعني ساعات لو حسيتوا ان الملوخية محتاجة شوية وقت على النار والطشة اوريدي اتعملت، ممكن نسحب شوية من هنا بالملوخية بتاعتنا او بالطشة بتاعتنا، عشان خاطر لازم الطشة تفضل على طول سخنة. انا ممكن حتى ازود شوية كزبرة خضراء، حاسة ان هي محتاجة. كل ما كترنا الكزبرة الخضراء مع الكزبرة الناشفة، كل ما كانت الملوخية حلوة. برجع بقى، خلاص انا الملوخية بتاعتي هطفي عليها لانه ظبطت، والطشة كمان فاضل لها سيكة صغيرة. يلا بقى الشهقة العالمية وعبارة حماتي اللي الناس كلها بقت بتعرفها، بسم الله الرحمن الرحيم. هزود لها شوية زيت بسيط، حاسة الكزبرة الخضراء خدت لي الزيت. يعني شفتوا الملوخية كده كده بنعملها على طول، لكن لو فننا فيها هي كمان هيبقى شيء لطيف جدا. تمام، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايد النبي سبقت ايدي، وايد النبي غلبت ايد الشيطان كده. تمام، شفتوني وانا بشق. هاخد بقى الملوخيه من هنا. اوعوا تضيعوا الحاجات دي طبعا، لا يصح ان مغربيه تعلم الناس المصريين الملوخيه، لكن الناس اللي ما بتعرفش تطبخ او اللي لسه بتكتشف الملوخيه زي حالاتي في اول مره، لا باس بالتذكير. اها، وهي عامله عرق وكل حاجه، عشان كده قلت لكم ما تستعجلوش في موضوع الشرب، وابدا ابدا ما تغطوش الملوخيه بعد ما تعملوها لانها بتسقط، وابدا ما تضيفوش الطشه للملوخيه وهي لسه على النار لانها هتفور، فدايما خلوا بالكم من التفاصيل دي. وادي الملوخيه بتاعتي جهزت، هطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نقدم مع بعض اطباقنا النهارده ونشوف كل حاجه طلعت ازاي. اشوفكم بعد الفاصل في ضيافه اسيا.